انا عايز اقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعال بصوا شوفوا، شوفوا اللي بيتعمل بايدين اخواتكم على مساحة مصر بالكامل. احنا بنتكلم في حجم هائل من الاراضي، لما هتروحوا تشوفوه انتوا هتطمنوا اولا، وكمان مش هنسمح يا دكتور مصطفى ان حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي ده معمول. لا، خدوا الناس، وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم، خدوا جامعه اسوان ودوهم توشكا، فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور بتاعتكم ولا بتاعت، لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض، الحكومه مع بعض مع اجهزتها دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده، تخش الناس الشباب يتفرج ويتفاعل ويشوف اللي بنعمله. نرجع بقى تاني، الثلاثة ونص مليون فدان دول، انا عايز اقول يعني معالي وزير الزراعه يرد عليا، هل مصر خلال 30 سنه فاتت 40 سنه فاتت عملت برنامج ل 3.5 مليون فدان؟ لا صحيح. لا مفيش. احنا بنتكلم بما يرضي الله والله. وما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن انا بتكلم عشان اسجل، ان عشان كده بقول ايه، خدوا الناس تشوف بقى، عشان ما يقولش ايه انتوا بتقولوا لنا بيانات قدامنا هنا لكن احنا مش شايفين حاجه. وحتى لو انا جبت فيلم مره ولا مرتين ماشي، لكن في فرق ان انا اعمل تغطيه اعلاميه مناسبه وتغطيه بالزيارات الميدانيه لشبابنا وشاباتنا في المواقع دي. طيب احنا اتكلمنا على ان محطات معالجه ميه، وكلام ده انا قلته قبل كده ويمكن مره واتنين وبكرره تاني، انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديده ووسط سيناء احنا بنتكلم على تجميع ميه صرف زراعي، كانت قبل كده بتلقى مثلا في المشروع بتاع شمال سيناء ده او وسط سيناء، كانت بتلقى في بحيره المنزله. لا، ومحطه المحسمه كانت بتلقى الميه في بحيره التمساح. اتعملت صحرات وصلت الميه شرق القناه في سيناء، اتعملت محطه بحر البقر والمحسمه بطاقه تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم، عشان الميه دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط ميه تانية الى الاراضي التي يمكن زراعتها.